فرقعة مفاصل الأصابع هي سلوك شائع عند الكثير من الناس، ويصفه البعض بأنه وسيلة للتخلص من التوتر، وبالنسبة إلى البعض هو مجرد شيء مزعج يفعله الآخرون. وعادة ما ترتبط فرقعة الأصابع بعوامل نفسية تصدر نتيجة الشعور بالقلق أو التوتر أحياناً، أو بسبب الإرهاق. يشير الباحثون إلى أنه يمكن للأشخاص فرقعة الرقبة والكثفين وليس فرقعة الأصابع فقط، وقد يصدر صوت الفرقعة من المفاصل تلقائياً عند قيامك بحركة ما، وليس من الضروري أن تقوم بها متعمداً. وهذه أصوات نعتاد عليها ولا تسبب القلق إلا إذا كان صوتاً شديداً أدى إلى ألم وتورم في المفصل، وعندها لابد من أن تستشير الطبيب. وعندما تقوم بفرقعة الأصابع فأنت تسمع صوتاً مميزاً، فلما يخرج هذا الصوت؟ يوجد بين المفاصل في أصابعك سائل يسمى السائل الزلالي، الذي يسمح لأصابعك بالتحرك في اتجاهات مختلفة دون التسبب في أي ألم، ويمكن أن تتكون فقاعات الهواء في هذا السائل. وبالتالي عندما تقوم بطقطقة مفاصل أصابعك فإن صوت الطقطقة ناتج عن انهيار فقاعات الهواء هذه، وقد يسبب هذا مع مرور الوقت قلة مرونة الأصابع. وقد خلصت العديد من الدراسات إلى أنه من غير المحتمل أن تكون علاقة ما بين فرقعة المفاصل والإصابة بالتهاب المفاصل، ولكن قد تكون هناك مخاطر أخرى، حيث وجدت بعض الدراسات العلمية أن فرقعة الأصابع المزمنة مرتبط بالإصابة بالالتهاب وضعف قبضة اليدين، حيث يؤثر ذلك على الصحة العامة وقوة اليدين وضعف القبضة وتلف الأنسجة الرخوة. لذا من الأفضل أن تمارس تمارين تقوية قبضة اليد بدلا من طقطقة الأصابع للتخلص من التوتر وتقوي أصابع يدك في نفس الوقت. ووفقا لما نشرته جامعة هارفارد، فإن أحد أكثر الأدلة إقناعا والذي يشير إلى أن طقطقة مفاصل الأصابع غير ضارة يأتي من طبيب في كاليفورنيا أبلغ عن تجربة أجراها على نفسه طوال حياته، حيث كان يقوم بفرقعة مفاصل يده بشكل مستمر، وقام بفحص الأشعة الصينية على نفسه بعد مرور عقود من هذا السلوك، ولم يجد أي فرق في التهاب المفاصل بين يديه. وأشار الموقع إلى أن هناك تقارير طبية نادرة عن المشكلات المرتبطة بهذا السلوك، والتي قد تتعلق بمدى القوة المستخدمة والتقنية الخاصة بالفرد بشكل عام. وكما ذكرنا فإنه لا يوجد دليل علمي حول وجود علاقة بين طقطقة الأصابع وإصابتك بالتهاب المفاصل، وبالتالي من الممكن القيام بذلك. في المقابل وفي حال شعرت بأنك أصبت بألم أو تورم في المنطقة نتيجة طقطقة الأصابع فيجب عليك التوقف عن فعل ذلك وأن تقوم باستشارة الطبيب. أما إذا كنت تريد التخلص من عادة فرقعة الأصابع فيمكنك أن تستبدلها بعادة أخرى، فمثلا البعض يحتفظ بكرة مطاطية صغيرة يضغط عليها عندما يتوتر، ويمكنك أن تبقي يديك مشغولتين مثل أن تمسك قلما. كما يمكن أن تمارس تمارين تأمل كاليوغا لأنها تجعلك أكثر استرخاءً وتقضي على القلق والتوتر.